السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware NSX4. المحاضرات اللي فاتت كنا خلصنا عملية الـ NSX Manager Installation، وشوفنا كمان بعدها ازاي نقدر نعمل Configure للـ NSX Management Cluster ان انت يكون عندك NSX Manager او اكتر او الماكسيموم اللي هو 3، وكنا خلصنا الموضوع بشكل نظري وعملي. النهاردة ان شاء الله هنبدأ ندخل في موضوع بسيط كده، وهو ازاي ان انت تقدر تاكسس الـ NSX Manager عن طريق الكوماند لاين. طبعا احنا المحاضرات اللي فاتت كان التركيز بتاعنا كويب انترفيس، تدخل على الـ NSX Manager من اي ويب انترفيس تقدر تدخل عليه، لكن احيانا هيكون في بعض المشاكل ان مثلا مش قادر توصل للـ NSX Manager عن طريق الويب، يعني ممكن السيرفيس بتاعت الويب نفسها فمشكله فمش قادر توصل له، فانت عايز تعمل ترابل شوت ان انت تشغل الـ NSX Manager. عمليا يكاد يكون مفيش اي يعني اوبشن من او فيتشر من الفيتشر الرئيسيه في الان اس اكس بتحتاج ان انت تعملها كونفيجريشن من الكوماند لاين. يعني الاحتياج الاشهر للكوماند لاين هيكون للترابل شوتنج، لكن ان انت بتكونفيجر اي شيء جديد نادرا 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 لما هتحتاج موضوع الكوماند لاين. طيب فبالنسبه لنا في الان اس اكس مانجر الموضوع بسيط جدا، ان انت تقدر تدخل بالكوماند لاين باكثر من طريقه، يا اما عن طريق اي تول بتمكنك ان انت تستخدم الاس اس اتش كبورت زي مثلا بوتي او غيرها، او ان انت من خلال الفي ام اللي هي الان اس اكس مانجر نفسه كفي ام من الابلاينس بتاعه من الكونسول ابلاينس. زي اي في ام بتفتحها من خلال اس اكس او الفي سنتر تقدر تدخل على الكونسول انترفيس وتبدا تتعامل معها. فلان دايما ممكن حد يقول طب لو انا مش عامل انيبل اصلا للاس اس اتش طب ازاي ادخل على ريموت، اقول لك ممكن من الكونسول بتاع الفي ام نفسها. فهي دي الفكره الرئيسيه في ان انت ازاي تاكسس. طب بالنسبه بقى للكوماند لاين نفسها، دي نقطه مهمه جدا لو تتذكروا، واحنا بنعمل ديبلويمنت للان اس اكس مانجر كان عندنا اكتر من اكونت اتسالنا فيه ان احنا لازم نديله باسورد. هم كانوا 3 اكونت موجودين عندنا اللي هم الروت والادمن والاوديت. طب ايه الفرق بينهم؟ طيب بكل بساطه عمليا من الاتجاه اللي هو كويب انترفيس، هل اقدر اصلا الوجن بالروت؟ لا، انا اقدر الوجن بس بالادمن والاوديت. يعني لو انت بتدخل على الاي دي 6 مانجر كويب انترفيس انت تقدر تلوجن عليه على الويب ادمن واوديت، الروت لا، الروت بس معمول للكوماند لاين. فيعتبر الثلاثة اكونت الديفولت اللي عندنا 2 بس اللي تقدر تدخل تستخدمهم كويب انترفيس، لكن تقدر تستخدم الثلاثة بالكوماند لاين. طيب ايه الفروق بينهم؟ طبعا زي ما تتذكروا احنا كنا قلنا الاوديت ده هو كل الصلاحيات بتاعته ريد اونلي، سواء هيدخل من الويب انترفيس او كوماند لاين فهو شغال ريد اونلي فقط. يعني انت مثلا محتاج حد تدي له اكسس ان هو يشوف مثلا بعض الكونفيجريشن الكلام ده، لكن ما يقدرش يكونفيجر شيء جديد ولا يعدل في اي حاجه موجوده او يدلت في اي كونفيجريشن موجوده. لكن الاثنين اكونت اللي ليهم بقى فول اكسس يعني كادمنستريتور يعني هم يعتبر الروت والادمن لو انت بتستخدم طبعا الكوماند لاين. طيب لكن امتى هستخدم ده وامتى هستخدم ده؟ يعني انت لو شفت في جزئيه البريفليج هنا هتلاقي هو نفس الديسكريبشن، ان هو اكونت الرول ده بيقدر يعمل فيو، يقدر يعمل ديبلوي، يكونفيجر اني كومبوننت في الان اس اكس. لو جينا على الادمن هتلاقي نفس الكلام، فيو ديبلوي وكونفيجر اني كومبوننتس في الان اس اكس مانجر، ونفس الكلام في الايدجز يعني بعد كده. طب لكن الاختلاف بينهم بقى ان الروت عمليا للكوماند اللي انت بتستخدمها هي مبنيه على اللينكس، لان الان اس اكس مانجر اصلا الاو اس بتاعه اوبنتو، هو مبني على اللينكس اصلا كاوبن سورس. طيب فبالتالي الروت بتستخدم الكوماند لاين اللي هي بتاعت اللينكس، فاي حد يعتبر عنده اكسبيرينس في اللينكس في الكوماند لاين بتاعه يقدر يتعامل مع الكوماند اللي موجوده في الان اس اكس. طيب هل الكوماند لاين اللي موجوده في الاوبونتو مثلا كمثال، لان احنا بنقول مثلا الان اس اكس مانجر كاو اس مبني على الاوبونتو مثلا، هل الكوماند بتاعت الاوبونتو او اللينكس بوجه عام 100% بتشتغل في الان اس اكس؟ هقول لك في بعض الكوماند في ام وير كنوع من انواع السكيورتي، كنوع من انواع ان يعني تعمل ليميتيشن شويه في ان انت ما تقدرش تعدل في كل شيء على مستوى الكور بتاع الاو اس، ممكن تبقى مقفوله. لكن الكوماند بوجه عام بتاعت اللينكس بتبقى شغاله معانا، لكن هتلاقي بعض الكوماند لا ما تبقاش ايه شغاله، قافلينها لنوع من انواع كنوع من انواع السكيورتي يعني. طب بالنسبه للادمن، الادمن بقى الكوماند بتاعته مش لينكس خالص، دي حاجه اسمها ان اس اكس سي ال اي.
اللي فيكم يعني شغال على نقطه في ام وير هيلاحظ ان مؤخرا الاي اس 6 اي مثلا بقى فيه كوماند لاين اسمها اي 6 سي ال اي، ال ان 6 بقى ان 6 سي ال اي، مثلا فيرلايز اوتوميشن في ار اي سي ال اي، هي دي بتكون كوماند لاين ديفلوبد مخصوص من في ام وير ليه لاحد البرودكت عندها، يعني ال ان 6 ليه كوماند خاصه بيها، ودي اللي احنا هنستخدمها ودي اللي انت هتستخدمها في الواقع العملي بشكل ايه كتير جدا لو احتجت ان انت تستعمل كوماند لاين. كوماند لاين دي بسيطه جدا جدا جدا، يعني اولا حد يقول طب هل انا كده محتاج ان انا اكون بقى فاهم لينكس عشان اقدر اترابل شوت في الـ في الـ في الـ في الـ NSX؟ هقول لك لا، انت هتستخدم الكوماند اللي بتاع الـ NSX CLI، ودي كوماند بسيطه جدا وهوريكم الريفرنس بتاعها، والكونسبت بتاعتها بسيطه جدا جدا، مش محتاج ان انت يكون عندك اي اكسبيرينس من اي نوع في اي كوماند لاين. طيب فبالتالي الاختلاف الجوهري ما بين الروت والادمن، الاثنين فول بريفليج، لكن الروت شغال لينكس بيز كوماند اللي بتاع الاوبنتو ريد هات والحاجات دي، الادمن لا ده شغال بالكوماند بتاع ال NSX CLI. يعني انت دلوقتي لو دخلت بالادمن وتحاول ترن الكوماند بتاعت الاوبنتو مش هتشتغل معاك، والعكس صحيح، لو دخلت بالروت وحاولت تستخدم الكوماند اللي هي ال NSX CLI برضه مش هتشتغل معاك. فدي نقطه مهمه جدا، علشان لو انت مثلا بتسيرش مثلا على كوماند معين عايز ترنه على ال NSX، لازم اهم نقطه تاخد بالك في الريفرنس اللي انت بتقرا فيه، هل ده محتاج ان انا الوجن بالروت ولا الادمن؟ لان انت ممكن يعني تاخد وقت كتير ان انت قاعد تفكر طب ليه الكوماند ده مش راضي يشتغل معايا والكلام ده، ويكون السبب بسيط جدا ان هو مثلا ده محتاج تلوجن بالادمن وانت عامل لوجن بالروت، والعكس صحيح. فدي الاختلاف الاساسي عندنا. عمليا في ام وير اصلا بتريكومند ان انت ما تستخدمش الروت ده وتلوجن بيه الا في حاله لو انت عندك مشكله وفاتح كيس مع في ام وير سبورت، يعني بمعنى ادق هو بيقول لك ايه، الافضل ان انت تستخدم الروت ده فقط مع السبورت بتاع في ام وير، ما تستخدموش انت لوحدك، لكن هتلاحظ ان في بعض الكوماند المشهوره ان انت تقدر تستخدمها مفيش مشكله، لكن هو كريكومندد ان انت ايه ما تستخدمش الروت ده كتير، يعني الا بقى لو انت فاهم في الكوماند لاين بشكل ايه كويس جدا. لكن الاستخدام بقى اللي زي ما قلنا الاشهر بتاعنا هيكون فين؟ ان 6 سي ال اي. طيب هل في ريفرنس بالكوماند دي؟ اه في، يعني لينك عند في ام وير كده، اللينك ده لو انت عملت حتى سيرش كده ان 6 سي ال اي كوماند لاين ريفرنس، هتلاقي مين يفتح لك اكتر من ريفرنس، تلاقي فيه كل الكوماند دي. انا هنا حطيت كده كم مثال نجربهم مع بعض النهارده ان شاء الله. كل الكوماند دي هتلاحظ ان هي اصلا الكونسبت بتاعتها ايه؟ ان اي كوماند هنا بيعتمد على فكره ان هو البدايه بتاعته بتكون جيت او ستارت او ريستارت ستوب كلير ديليت اللي هي سيت لو انت هتعمل كونفيجر. فالموضوع بكل بساطه الكونسبت بتاعته بسيطه جدا، لو انت عايز تريتريف او تقرا كونفيجريشن معينه او معلومه معينه بتبدا تقول له جيت، جيت ده بيعمل لك فيو تدي لي المعلومه، وده تقدر طبعا تستخدمه ايه سواء شغال بالادمن او الاوديت الاثنين شغالين. فجيت يعرض لك معلومه اوريدي ايه كونفيجر. طيب إيه لو انت مثلا عايز تكونفيجر حاجه يبقى بدل جيت تقول سيت، اس اي تي، سيت يعمل لك ايه تكونفيجر حاجه معينه. جميل. طيب يعني مثلا زي حاجه زي ايه، لو انت عايز مثلا كمثال اللي هو السيت، لو انت عايز تكونفيجر مثلا الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر اللي انت عامله كونفيجر للان اس 6 مانجر، فتقدر تعمله بالكوماند لاين تقول له سيت الاي بي كذا، كلير ان انت تلغي اصلا الايه يعني بتلاقي الكوماند بيبقى سيت نيم سيرفر، يعني انت لو قلت له جيت نيم سيرفر، انا مش كاتبه هنا اللي هو اخر واحد ده، جيت نيم سيرفر ده اللي هو يعتبر بيعرض لك المعلومات بتاعه الدي ان اس سيرفر اللي ايه اللي انت كونفيجر وقت ما كنت بتعمل ديبلوي للابلاينس. طب لو انا عايز الايباد دي مثلا اتغيرت بتاعه الدي ان اس سيرفر لاي سبب وفي ايباد جديده، بدل ما اعمل سيت اقول له ايه كلير، بدل ما اعمل جيت اقول له كلير، كده يحذف لي الايبات القديمه. بعد الكوماند الثانيه لو هات له كونفيجريشن بتقول له ديليت دي اي ال. جميل. طب انا عايز اضيف بقى كونفيجريشن جديد اقول له سيت، سيت وادي له مثلا الاي بي الجديد. فدي احد الايه الامثله، فهو يعتبر كله بيشتغل بفكره ايه جيت وست وديليت وكلير ستارت وريستارت وستوب طبعا، يعني ده الايه الاشهر بيها. فاللينك ده هتلاقي فيه كل الكوماند طبعا، من اصدار لاصدار بيبقى فيه بعض الايه الكوماند زياده، لكن نسبتها قليله قوي ان هو يبقى فيه تغييرات من اصدار للتاني بصراحه. طيب خلونا كده نشوف الكلام ده بشكل عملي شويه،
يعني مثلا خلونا الاول كده لو خدنا اللينك ده، شوف كده لو جينا من الاول خالص ده الريفرنس. طبعا هو يعتبر اخر حاجه متاحه فيرجن 3، لكن هم مفيش نفس الاختلاف، مفيش يعني اختلافات جوهريه. طبعا هنا هتلاحظ كل الايه الكوماند بقى ايا كان بقى، يعني انت مثلا لو عايز تسيرش على كوماند معين سيرش في الصفحه دي باسم مثلا السيرفيس اللي انت عايزها، اول حاجه اللي انت عايز تعملها كونفيجر تقدر توصل. فشوف هتلاحظ بس هنا ايه هو مشاكة ترتيب ابجد، يعني مثلا الحاجات الكومنت بتاعي الكلير ديليت، كلير وديليت الاثنين يعتبر الى حد ما ايه نفس الفكره قريبين من بعض. جيت يعرض لك الاوبشن كلها وبعد كده ندخل بقى ده جيت. طبعا جيت ده بقى اكتر حاجه، لان اي حاجه بتبقى ايه لازم يعرض لك الايه كونفيجريشن، وده بينج لو انت عايز تبنج الكونكشن. الانس لوكوب طبعا شغال، في جوين دولت كام كوماند بسيط قوي يعني. ريسيت في بقى ريسيت وريستارت والكلام ده، سيت ان انت بتكونفيجر حاجه معينه، سيت هتلاقي يعني اكتر حاجه بتبقى جيت وسيت تمام، ودولت الايه الستارت وستارت وكده تمام. فدي كل الايه الكوماند. طبعا انت لو دخلت على اي حاجه من دي جميل، يعني انت مثلا لو دخلنا احنا مثلا كنا بنقول على بتاع النيم سيرفر مثلا كدي ان اس، انت لو قلت له هنا نيم سيرفر شوف قال لك اهو هيجيب لك طبعا ده كلير مثلا النيم سيرفر. هو الاوبشن اللي موجود فوق يعني انت لو طلعنا كده كل كوماند بتبقى هنا، لو انت ضغطت مثلا عليها كده يجي بقى يتكلم لك عنها، يقول لك انت المفروض ده بينكتب بالشكل الفلاني والفاليو بتنكتب كذا، المسافات الكلام ده عشان تكتبه، ويديك ايه اكزامبل عليه بايه بالشكل ده في الداتا. طبعا يعني كان في البرزنتيشن هنا اول كوماند عندنا اللي هو ليست. ليست ده يعرض لك كل الكوماند اللي موجوده عندك تمام، فيعني الليست ده يبقى فيه كل الكوماند بايه بشكل تفصيلي. طيب خلونا كده ندخل بقى ونشوف الكلام ده بشكل عملي كده. طيب يعني ندخل الاول كده نتاكد ان الان اس اكس مانجر بتاعنا شغال. لو دخلنا طبعا على الفيب بتاع اللي هو 150، طبعا احنا عندنا الثلاثه نود اللي احنا عملناهم اللي هم 151 و52 و53، والفيب بتاعهم طبعا ايه 150. هحط له بس اتش تي تي بي اس في الاول. جميل، فتعالوا لوجن عليه عادي، يعني احنا بس بن ايه نتاكد كده من الشكل. طبعا يعني احد الاسباب اللي خلتنا نتكلم في موضوع الكوماند لاين ده حاليا، مع ان هو مش الافضل ان احنا يعني ده كان المفروض البلان ان يبقى في اخر الكورس خالص، لكن بسبب ان مثلا هيقابلك كتير ان انت بعد ما تعمل دبليو للان اس اكس مانجر وعملته مثلا ريستارت او هو لقله الريسورس، احيانا في بعض السيرفيس بيحصل لها ستوب، فلو انت عايز تعمل ستارت للسيرفيس دي لان الجي اي مش شغال معاك فهتحتاج تدخل بالكوماند لاين. يعني يمكن ده ايه احد الاسباب اللي خلتنا ناخد حاليا موضوع الكوماند لاين. يعني فمثلا احنا دلوقتي لو دخلنا بقى هنا نشوف كده الان اس اكس مانجر بتاعنا، طبعا احنا داخلين هنا على الفيب اللي هو 150، هنشوف بقى الكلاستر بتاعتنا. ولو عايز تشوف حاله الكلاستر والكلام ده اهو، ده كده احنا عندنا الثلاثة 151 و52 و53. بصراحة انا عامل له شوت داون، لان زي ما انتم شايفين اصلا صوت السيرفر عالي جدا والريسورس صعبة شوية. طبعا حالة الكلاستر بالنسبة لنا هتبقى ديجريدد بسبب ان في احد النود داون، مع ان الاثنين التانيين شغالين تمام وانت تقدر تشتغل، بس ما دام في نود داون فبيبقى الحالة ايه ديجريدد ماشي ستيبل يعني. طبعا انت برضه بالكوماند لاين في كوماند مشهور جدا تقدر تشوف الحاله بتاعت الكلاستر بتاعتك انهي نود اللي مش شغاله بكل الايه التفاصيل دي. طيب خلونا بقى ندخل بقى بالكوماند لاين ونبدا نرن كام كوماند من اللي احنا شفناه معانا. طبعا حاليا انت هتلاحظ ان احنا داخلين على الفيب. نيجي بقى للسؤال المهم جدا، هل ينفع اصلا لو انا هدخل مثلا بالبوتي كده اس اس اتش اكونكت على الفيب؟ نجرب كده. يعني احنا مثلا دلوقتي عندنا النودز اللي شغاله اللي هي المفروض كام؟ اللي هي ال 151 و52، واحنا داخلين على الفيب اللي هو 150، هي حاليا الترافيك كله اسايند للنود اللي هي ال 151، يعني ديت اللي هي الاكتف بالنسبه لنا يعني. طيب لو انا حاولت ادخل على النود اللي هي الاي بي اللي هو الفيب، يبقى 168.100.150، هل هينفع يشتغل معانا؟ شوف فتح معانا وبدا يقول لك بقى الايه الروت والباسورد. في الحاله دي طبعا انت عندك اوبشن تلوجن بالروت او بالادمن او بالاوديت، هنشوف الايه الامثله بتاعتهم الدلات. لكن انا بس عايز اوريك نقطه، لما هتكونكت على الفيب اي حد يقول لي طب انا حاليا كده شغال على انهي نود؟
هو هيوضح لك هنا ان انت شغال على انهي نود بوجع عين. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا جيتك قلت له ادمن والباسورد الايه الكومبلكس بتاعتنا هنا نكتبها كده تمام. هنا بقى بص لاحظ اللي هيظهر هنا، قال لك انت داخل على NSX01. طب ليه ما جابليش الاسم اصلا بتاعت الفيب؟ يعني الفيب اصلا كدي ان اس ريكورد انا عامله NSX بس، لكن هو هنا دخلك على مين؟ على النود الاكتف، لان هو زي ما قلنا ايه الفيب ده ما هو الا انه بيفورورد الترافيك، لان البعض بيعتقد ان انت ما تقدرش تدخل على الفيب ده كوماند لاين. لا هو بيدخل لكن بيعمل لك فورورد على النود اللي هي الايه الاكتف بالنسبه لك. جميل، فبتلاقي الموضوع ايه بالشكل ده. طيب لو انا عملت دوبلكيت كده للايه للسكرين ادخل عليها بس الوجن بالروت، الروت اهو والباسورد بتاعتنا كومبلكس. شوف هنا لما دخلنا بالروت شوف حتى الـ 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 العلامة هنا مختلفة، يقول لك ايه روت ات كذا، مع ان برضه دخلت على الفيب وعمل فورورد على الاولى، بس انت هتلاحظ هنا اول ملاحظة هنا ان انت لما بتدخل بالادمن بتلاقي اسم الـ NSX مانجر على طول النود اللي انت داخل عليها، انما هنا بيدخلك عن طريق اللي هو ايه روت ات كذا، اللي هو الفكرة بتاعت الكوماند لاين بتاعت اللينكس خالص. تمام؟ طيب نشوف كده نرن كوماند في بالادمن. بالادمن احنا قلنا عندنا ايه؟ مجموعة الكوماند اللي هي بتعتمد على الـ NSX CLI اللي هي اصل بوجع عام. لو انت عايز تعرف الكوماند دي كلها انت ممكن تكتب علامة استفهام زي ما هو قايل لك هنا، ممكن تكتب هيلب، او ممكن تقول له ايه ليست، دي كلها تعرض لك كل الكوماند اهي. يعني انت بس لو عايز ايه اي كوماند كده ومثلا مفيش اكس مثلا على الانترنت ان انت تشوف مثلا الريفرنس اللي احنا كنا شايفينه ده، لا انت لو كتبت ليست هنا هيجيب لك كل الكوماند بنفس الايه شكل هناك. مش هيجيب لك بقى الموضوع بشكل الديسكريبشن بالاكزامبل، لكن على الاقل هيبقى برضو ايه ريفرنس كويس بالنسبه لك. فيبقى اول كوماند عندنا ده لازم تحفظه اللي هو ليست، يجيب لك كل الايه الكوماند. طب لو احنا رحنا على الروت تمام اهو وقلنا له ليست، شوف قال لك انا ما اعرفش حاجه اسمها ليست، لان الكوماند بتاع اللينكس الكوماند بيزد اللي هو اللينكس كوماند بيزد ما يفهم ما فيش حاجه اسمها ليست اصلا هناك. فشوف هنا الكوماند اللي هي بتاعت ال NSX CLI دي مختلفة مليون في المية عن الايه الكوماند. عشان كده زي ما بقول لك اهم نقطة بالنسبة لنا ان انت تبقى عارف الكوماند ده يترن على باستخدام قصدي الادمن او الروت، لان الخطأ فيه مش هيشتغل وجع عام وتبدأ تفكر طب ايه الفاليو اللي كاتبها غلط. الكلام ده هو الموضوع زي ما قلنا بيكون ايه السبب بتاعه بسيط. طيب نبدأ نركز بقى على الحاجة اللي احنا اتقابلنا بشكل على طول اللي هي ان انت شغال بالادمن وبتستخدم ال NSX CLI، ونبدا نجرب كده كام كوماند نشوف الايه ايه الشكل بتاعه. طبعا انا هنا داخل اهوت كده بالادمن على الفيب اي بي بتاع ال NSX مانجمنت كلاستر، فعمل لي فورورد للنود اللي هي الاكتف. يعني مثلا كامثله من اللي احنا حتى كاتبينها، لو انا قلت له جيت مانجر، لو انا عايز اعرف ال NSX مانجرز اللي موجودين مثلا عندي والحاله بتاعتهم كده، هقول له جيت مانجرز. عمليا انت مش مطالب ان انت تكتب الكوماند كله، انت لو كتبت البدايه وعملت تاب تمام هو كمل لك الايه الكوماند، يعني لو ما فيش ايه اي حاجه متشابهه. شوف هنا قال لك اهوت ال لما قلنا له جيت مانجر طبعا جاب لك الوقت اللي احنا بنرن فيه الكوماند، وقال لك انت عندك 3 NSX مانجر 151 و52 و53 جابهم لك ايه بالشكل ده. طيب فده كده كنقطه زي ما قلنا الجيت بيعرض لك على طول. الكوماند اللي اهم من كده، او بصراحه في اتنين كوماند مهمين جدا لان ده هيقابلك كتير ان انت تلاقي مش عارف تفتح ال NSX مانجر كويب، فانت عايز تعرف ايه المشكله. فبكل بساطه انت لو عايز تعرف حاله السيرفيس اللي عندك، لو قلت له بقى ايه جيت سيرفيس وكملت بتاب كده هيجملها لك تمام. لما تقول له جيت سيرفيس طبعا هو بياخد شويه ثواني كده علشان يجيب لك الكلام ده، لان هو هنا هيعرض لك ايه يجيب لك كل السيرفيس اللي تخص الايه ال NSX مانجر النود اللي احنا عليها دي، وحاله كل سيرفيس هل هي راننج او ستوب، او مثلا فيلير ان هو مش قادر اصلا يعني فيها حاجه السيرفيس ستاك نفسها. سؤال اجر دايما بتبقى الحاله ستارت او ستوب. فالكوماند ده مهم جدا بالنسبه لنا، لان مثلا لما عرض لنا السيرفيس دلوقتي من اشهر السيرفيس بالنسبه لنا اللي هي مثلا ال HTTPS، دي اللي هي مقصودة عن الكونسول بتاع ال NSX مانجر. دي لو ستوب استحالة تدخل على ال NSX مانجر ك GUI أو كويب
انترفيس. فبالتالي دي مهمه جدا اهو، عرض لنا كده جاب لنا السيرفيس بتاعتنا. تمام، نيجي كده بقى من بدايتها اهو، دي البدايه طبعا، الوقت بتاعها يجيب لك بقى كل السيرفيس. جميل، طبعا لو انت عايز تعرف كل سيرفيس بقى الوظيفه بتاعت ايه والكلام ده، تقدر يعني ايه، في ارتكل كتير عند فيم وير بتعرض الكلام ده. لكن مثلا كامثله بالنسبه لنا، السيرفيس اللي هي بتبقى مهمه قوي عمليه مثلا الاوثنتيكيشن، دي اللي مسؤول عن عمليه الاوثنتيكيشن. انت تقدر تلوجن بالادمن اصلا على الان اس اكس مانجر، فدي لو ستوب خلاص مش هتبقى شغال، فدي راننج شغاله. في مثلا الكلاستر مانجر، دي لو ستوب الان اس اكس مانجر او الان اس اكس مانجمنت كلاستر مش هتبقى شغاله، فدي برضو ايه مهمه. الكنترولر، احنا قلنا الان اس اكس مانجر بيقوم بوظيفه المانجمنت بلين والكنترول بلين، فده الان اس اكس كنترولر ودي راننج. دي لو ستوب الان اس اكس مانجر هيفتح معاك، بس اي كونفيجريشن انت بتعملها مش هتوصل لمين، للاي 6 اي والايدجز اللي عندك. في ايه تاني الاتش تي تي بي او الاتش تي تي بي اس، يعني بعد كده هتلاقيها، دي اللي خاصه ب الويب انترفيس. انستول وابجريد، دي لو ستوب دلوقتي مش هتفرق معانا، بس دي بتبقى مهمه بعد كده بتاعه الابجريد، لو انت هتعمل ابجريد للان اس اكس مانجر من سيرفيس للتاني. السيرفيس اللي هي اسمها ال اي ايجنت، دي دايما بتبقى واقفه، مفيش فيها ايه، بتبقى ستوب، مفيش فيها مشكله. برضو السيرفيس اللي يعني انت عندك في اتنين سيرفيس كده مشهورين او ثلاثه، دول لو واقفين مفيش فيهم مشكله، اللي هي ال اي ايجنت والمايجريت كوردينيتور. دي سيرفيس الهدف منها ان انت لو عندك ان 6 في هتعمل مايجريت للان 6 تي، يعني كانوا منزلينها كده علشان اللي هي تعمل مايجريشن، لان ما ينفعش تعمل ابجريد من ان 6 في لتي، لكن بتعمل مايجريشن بتديبلوي الان 6 تي كان 6 مانجر، وعن طريق السيرفيس دي بيكونكت على الان 6 في بياخد كل الكونفيجريشن اللي فيه، فدي دايما بتبقى ستوب، وحتى لو حاولنا دلوقتي نعمل لها ستارت هتستوب تاني، فما دي ما تفرقش معانا. هي والسيرفيس برضو بتاعت الايه الان 6 مسج باس، دي برضو لو ستوب ما فيش فيها مشكله. دي مثلا بتاعت الاس اس اتش، دي راننج لان احنا عاملين لها ران ان هي تشتغل، دي لو ستوب خلاص ما كانتش ايه، ما نقدرش نلوجن ك اس اس اتش، كنت هتدخل بقى من الكونسول بتاع الفي ام. الاس ان بي طبعا دي برضو بتبقى ايه دايما موقوفه ما فيش فيها مشكله. الان تي بي مثلا ديت لو ستوب برضو، مش لو انت عندك ان تي بي سيرفر مش هتقدر تلوجن عليه. السيس لوج مثلا اللي بتفورورد اللوجز لاي سيس لوج سيرفر عندك. اليو اي سيرفيس دي اللي مقصود عن الويب انترفيس، دي برضو لو ستوب مش هتقدر تلوجن. فالمهم دي السيرفيس اللي بالنسبه لنا، فانت في اي وقت لو لقيت نفسك مش قادر تكونكت على الان اس اكس مانجر كويب انترفيس، تران الكوماند ده وتبدا بقى ايه تشوف السيرفيس. لقيت اي سيرفيس من الحاجات اللي هي متعرف على ان هي لازم تبقى راننج ولقيتها ستوب، فبالتالي لازم تعمل لها ستارت. طبعا علشان تستارت سيرفيس بقى عندنا، انت ممكن تعمل لها ريستارت او ستارت، يعني حسب ما انت حابب. يعني بكل بساطه لو انت عايز تستارت او تستوب سيرفيس، الكوماند بسيط قوي، يعني هتيجي انا تقول له ستارت سيرفيس وتدي له اسم الايه السيرفيس. يعني مثلا لو عندي سيرفيس زي مثلا الاس ان ام بي، لو هي ديت مثلا ايه زي ما هي ستوب وانا عايز اخليها تشتغل، طبعا دي مش هتشتغل دلوقتي عشان بيبقى لها احتياجات ثانيه، لو اشتغلت هتفصل كمان شويه، بس هو الكوماند بيبقى بالايه بالشكل ده، ستارت و سيرفيس وبعد كده ايه اسم السيرفيس بالايه بالشكل ده، وتقول له انتر، هيبدا بقى ايه يحاول يشغل الايه السيرفيس دي. والعكس صحيح، لو انت عندك سيرفيس مثلا عايز تشغلها او عايز تعمل لها ستوب، فبتبدا تقول له ايه ستوب واسم السيرفيس. طبعا احيانا في الستوب بيبقى فيه امر اضافي كده، ان انت في الاخر تضيف فورس، لو هي احيانا بعد سيرفيس ما بينفعش تعمل لها ستوب على طول، فاحيانا بيتعمل فورس عشان يعني توقفها بالامر باقوى فتقدر ايه توقفها. فدي برضو من الايه، طبعا جيت سيرفيس دي من الكوماند اللي مشهوره بالنسبه لنا. تاني كوماند برضو مشهور جدا بالنسبه لنا، ان انت لو الفيب ما انتش قادر تكونكت عليه وعايز اعرف ايه المشكله، فلو انت عايز تعرف الحاله بتاع الان 6 مانجمنت كلاستر، فانت عندك في الكوماند المشهور بالنسبه لنا اللي قلت له جيت كلاستر سيسكو تاب على طول، ده بيجيب لك الحاله بتاعت الكلاستر، يقول لك انت عندك كام ان 6 مانجمنت كلاس، ان 6 كام ان 6 مانجر، مين اللي اب مين اللي داون، والحاله بتاعته. يعني حاجه عامله زي اللي هي السيرفيسز اللي احنا عاملينها دي، بس على مستوى ال ان 6 مانجمنت كلاستر. يعني الكلام ده لو طلعنا بقى كده جبنا من اوله
اهو ده الكوماند اهو، ده مثلا ايه بيقول لك الحاله في الوقت اللي احنا عملنا فيه. طبعا هو كاوفر اول للحاله بتاعتنا ديجريد، وده بسبب ايه؟ زي ما احنا شفناها من الويب من شويه كانت فعلا ديجريد، لان احنا عندنا احد الان 6 مانجمنت كلاس الان 6 مانجر اللي هو النود اللي هي الثالثه، انا عامل لها شت داون، انا مكتفي باثنين بس، فعشان كده مديك اللي هو ايه ديجريد. طيب فبالتالي بقى لو جينا مثلا دلوقتي هو هنا بيقول لك اول حاجه الممبرز بتوعك، تمام؟ قال لك انت عندك الممبرز بتوعك الان 6 مانجر بيجيب لك فولو كولوفيد دومين نيم، طبعا كل حاجه بيبقى لها يو اي دي بتاعها، ده احيانا ممكن تحتاجه، الاي بي الخاص بيه، طبعا ما فيش اي بي فيرجن 6، الحاله بتاعتنا النود الاولى والثانيه اب والثالثه داون، جميل. فعشان كده طبعا كله يبقى ظاهر ديجريد. ويجي لك بقى يعني كل هنا مثلا كان المقصود بيه السيرفيس اللي هي تخص الايه الداتا ستور، هنا مثلا الكنترولر اللي هو الان 6 مانجر اللي هو الان 6 كنترولر كسيرفيس، تمام؟ فهنا طبعا بيقول لك ايه انت عندك كده شغال على النود الاولى والثانيه، الثالثه ايه داون، تمام؟ الان 6 مانجر كسيرفيس. فنفس الموضوع بقى الاتش تي تي بي اس السايت مانجر هنا المونيتورنج، ننزل تاني معلش، فيجيب لك كل الايه السيرفيس. فطبعا دي مهمه ان انت من هنا تقدر تعرف حاله الان 6 مانجر بتاعك، هل اصلا هم قادرين الكلاستر نفسها قادره تشوف النودز كلها ولا لا، لان انت ممكن يكون احد الممبرز الان 6 مانجر كممبر عندك شغال وانت قادر تبنج عليه، لكن الكلاستر نفسها فيها مشكله ومش قادرين يكومينيكيتوا مع بعض، فبالتالي تقدر برضو ايه تعرف من هنا. لو انت مثلا عايز تعرف برضو الكونفجريشن ده بشكل بتاعت الكلاستر بشكل اكبر برضو، انت ممكن تيجي على الكلاستر. طبعا انت لو ما كملتش الكوماند وعملت انتر هو هيجيب لك كل الاحتمالات اللي تيجي بعد كلمه كلاستر، يعني بقول له جيت كلاستر، شوف قال لك هنا ايه الحاله دي اللي شفناها دي الفيربز، لو انت عايز تعرف الفيب بتاعت الكلاستر، لو انت عايز تعرف الكونفجريشن، وده اللي انا كنت ايه عايز اكتبه، لو قلنا له هنا ايه كونفج تاب على طول هيجيب لك ايه حاله الكونفجريشن كلها، هي الحاجه اللي ايه كونفجر على كل ايه كلاستر دي والسيرفيس وشغاله. انا مثلا بقول لك شغال على البورت كذا في بورت كذا، انا بعض الايه كونفجريشن البسيط. فطبعا دي مهمه جدا 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 موضوع الايه الان 6 سي ال اي، ان هو تقدر تشوف بيها الايه التفاصيل دي وتعمل كونفيجر تديليت الكلام ده شغاله معاك. طبعا لو انت دخلت بالاكونت مثلا اللي هو الاوديت، قلنا له كده اوديت، هل هيلوجن معانا؟ طبعا هيلوجن معانا، لكن هو بيبقى ايه اخره كده قادر يعمل الكوماند اللي هي الفيو بس اللي يعتبر الجيت، يعني شوف هنا بس احنا عايزين نتاكد ان هو ايه قادر يعمل لوجن معانا، شوف اهو. وطبعا زي ما قلنا لان الاوديت بيبقى شغال برضه ان 6 سي ال اي، فعشان كده شايف هنا جايب لك اسم الاي ان 6 مانجر. يعني دلوقتي مثلا قلت له جيت مثلا كلاستر الحاله بتاعتها، هيعرض لي برضه الايه الحاله بتاعت الكلاستر زي ما كنا هنا، مع ان هو ما يقدرش يعمل سيت لاي حاجه ولا يقدر يعمل كونفيجر لاي حاجه. يعني مثلا لو جربنا كده حاجه محتاجه كونفجريشن، لو احنا مثلا بتاع الدي ان اس مثلا او التايم، خلينا في الدي ان اس، يعني انت مثلا قلت له جيت نيم سيرفر، ده كده هيعرض لي اهو ده الاي بي بتاع الدي ان اس، لو قلت له جيت ان تي بي هيجيب لي الان تي بي. لو انا مثلا دلوقتي قلت له المفروض او ديليت، شوفوا مجرد ما بحاول اكتب ديليت مثلا النيم سيرفر، شوف هنا ادانا قال لك ايه الكوماند نوت اوثرايز، ده اصلا هو ملوش يعتبر الايه بريفليج ان هو يشتغل على الكلام ده، يعني هنا مجرد ما عملت اصلا الديليت هو بيديني ان هو ايه نوت اوثرايز، ما بيديش ان الكوماند فيه مشكله او كده. يعني انت مثلا كنت تعمل ديليت كده هتريموف الاي بي بتاع الدي ان اس القديم، وتبدا بعد كده تقول له سيت تدي له اي بي جديد. نفس الكلام مثلا الان تي بي برضه لاي حاجه تجيت وبعد كده ايه تعمل ريموف ليه. فبالتالي طبعا الاوديت ملوش بريفليج للكلام ده، انما مثلا لو الكلام ده بالادمن، لا الادمن يقدر يعمل الكلام ده كله، مفيش ايه مفيش اي مشكله. فهي دي كده الفكره العامه بتاعت الكوماند لاين. طبعا زي ما قلنا الروت للكوماند لاين بتاعت اللينكس العاديه خالص بنسبه 99% من الكوماند اللي هتقابلك هتشتغل معاك، البعض القليل قوي فيمور بتبقى قافله، يعني البعض الايه كنوع من انواع ان هي مش عايزك توصل للكور بتاعها او تغير في الاو اس نفسه، لان دايما الروت زي ما قلنا لو قريت بشكل رسمي من فيموير يقول لك دي الروت فقط للسبورت بتاع فيموير،
فلازم تكون حريص شويه فيها. انما الادمن كان 6 لاي الموضوع فيها ابسط بشكل كبير، والكوماند تقدر تطلعها بشكل بسيط جدا. دي كده كانت فكره عامه عن موضوع الكوماند لاين. طبعا بعد كده لما نبدا ندخل مثلا في مواضيع الراوتينج والسويتشنج والايدجز وكده، هيبقى في بعض الكوماند تانية، وفي كوماند خاصه برضو بالاي 6 اي بعد ما تعمله بريبريشن ويفهم ان في ان 6 وعايز تشوف بينزل في بعض الفيبز اللي خاصه بيها، ففيها لها برضو بعض الكوماند اللي نقدر نشتغل بيها. ففي بعض الكوماند احيانا اللي انت هتستعملها، لكن الفكره الرئيسيه بالنسبه لها، ومعلش بنكرر النقطه دي، ان انت موضوع الكوماند لاين مش الزاميه خالص ان انت بتشتغل بيها في الكونفيجريشن، انت بتشتغل بس فيها في الترابل شوتنج فقط. لان بس ليه احنا بنعيد النقطه دي؟ لان الناس اللي جايه مثلا الاكسبيرينس الرئيسيه بتاعتها مثلا في سيسكو او الكلام ده، كل الشغل بتاعهم كوماند لاين. لا، احنا هنا في الان اس اكس ما عندناش كوماند لاين، هي مش الكونفيجريشن او مش الطريقه الرئيسيه للكونفيجريشن عندنا. طبعا انت تقدر تعمل نفس الكلام اللي عملناه ده من خلال برضه الاي بي اي، لكن ده برضو الاستخدام الاشهر للاي بي اي، برضو بيكون فيه بعض السيناريوهات للترابل شوتنج. دي احد الطرق التانية برضو ان انت تمانج بيها الان اس اكس انفايرمنت عندك. ده كده كان موضوعنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو جديد. السلام عليكم.